الوالد كان قبلك كان رسام برضه؟ لا كان ترزي عربي. ترزي عربي؟ اه مش ترزي العادي، الترزي اللي هو بيفصل الحاجات بالكردون وال شغله يدوي، عشان كده انا حبيت شغل اليدوي يعني. انت كنت بتساعده وانت صغير؟ لا كنت بتفرج عليه واشوف الدكتور في الحاجه بيعمل حاجه ازاي وبيعملها بتقان، الناس بتقول له الله دي جميله. كان تقن. فانا اخدت الايه؟ اخدت حته الحاجه اليدويه. كان جميل قوي. وامتى بقى بدلت المحل من ترزي للرسم؟ لما التجاره ضعفت بقت. الاول كنت بتاجر؟ فاجيب حاجه وابيعها، اجيب حاجه وابيعها، لكن لما بعمل حاجه بايدي ببقى حاطط الرينج بتاعها اعلى طبعا من عندك. الاول كنت بتجيب ايه وتبيعه؟ بجيب طراريش، اجيب اقلام، ادوات مكتبيه. مين اللي علمك الرسم يا عم راجل؟ كان في واحد عندنا اسمه سراج، كان بيدرس فنون تطبيقيه، فلقيت بيعمل كل حاجه بايده جميله جدا، فعجبت بيه، بقيت يعني شغوف ان انا ايه ابقى زيه. من كام سنه ده يا عم راجل؟ كان عندي 9 سنين. 9 سنين لما اتعلمت الرسم من سراج؟ لما حبيت سراج، انه كان عايش عندنا وايه وبيروح الكليه بتاعته وبيرجع وبشوف اعماله، يعني حببني في الايه الحاجه دي. فانت فاتح المحل ده بترسم بورتريهات للمشاهير. حصل حاجه غريبه جدا في إيه؟ الوقت ده انا كنت في مدرسه السيده زينب كان في ابتدائي، وكان ليا فصل مميز عارفه فاكره، يصادف بعد مثلا 30 سنه 35 سنه 40 سنه ان انا اطلب في المدرسه ان انا ارسم تدرس. الفصل ده ترسم ولا تدرس؟ ارسم الفصل بتاعي اللي انت كنت قاعد اللي ما حدش يعرف غير انا، وفعلا رحت المدرسه ورسمته حته حته، يعني جايز انا اتفقت معاهم على شيء بس انا عملته اكتر من ايه طبعا. وشفت بقى تختتك وكرسيك كل حاجه، كنت فاكر ان انا يعني ضربت علقه، عشان كده ضربت علقه ما تتنساش. عشان كده شوف الاساءه الواحد يفتكرها اكتر من الحسد. كان المدرس نايم واداني فرصه ان انا ارسمه وهو نايم، ان هو نايم كده ويعني مكسوره، فكان سهل بالنسبه لي. طب انا صحي ارسمني بقى. ما انا بحاول اهو. فالمهم ايه بعد كده الناظر طبعا هو زعق ان انا رسمته وهو نايم، فحصلت مشكله بالظبط. فبعد كده الناظر لقيته جايب لي بقى الوان وحاجات رسم يعني، وبقيت كل حاجه ارسمها يقطعوها ويعلقوها في الايه. فعرفت ان انت موهوب. فعرفت ان الناس بتقول لي الحاجه كويسه، فطالما كانت عباره عن تقليد، ان انا مثلا بشوف حاجه وبقلدها وماشيه النظام على كده. وبعد كده طب انت مليان صور مشاهير عندك في المحل. انا احب القديم، القديم في الفن الاصيل. لقيت صوره اسماعيل ياسين، تحيه كاريوكا بالملايه اللف، فيلم لعبه الست دي. كل لا كان فيلم سماره. ده في سماره اللي عندك؟ بس عندك محمد صلاح، عندك يعني عندك حاجات حديثة برضه. مشاهير، بحب المشاهير. بحب المشاهير. اللي هو ايه بيصنع نجميته يعني بايه؟ بعرق وتعب. يعني انت يا عم رأفت اللي بيعجبك في المشاهير رحلة الكفاح اللي هم وصلوها. اللي ورا الشهرة. اللي ورا الأدوار. بالظبط.